هنا في شمال شرقي بغداد تختزل منطقة الحسينية رحلة عقدين من الفساد والإهمال الحكومي التي لم تستثني شارعاً أو حياً من أطراف العاصمة، حيث لا ماء أو كهرباء ولا بنى تحتية ولا دور حكومياً، يقول السكان. من تاريخ المنطقة لليوم هي ماكو لا خدمات لا أبد، كل شيء ماكو. مستشفى صار له قد تقدر تروح تشوف المستشفى، صار له سنين ماكو. المخدرات منتشرة بكثرة حدث ولا هاي، شوف واقع، هذا شوف الواقع مع المنطقة، لا تبليغ لا مدارس لا تعليم لا مي لا كهرباء، يعني كل الخدمات ما موجودة. المي احنا سحبناه على حسابنا، الكهرباء اشتريناها على حسابنا، تبليط ماكو، حفرة ومجاري للمنطقة كلها وعافونا احنا. زين اللي يتمرض يحتار بأمره، بالصيف دناكر خاصة هذا الشارع دناكر، ماي ماكو لان حافرين هيجي بوري طبيعي، يعني مو شلون ما كان، ما عندنا اي شيء هنا بالنسبه للشارع. اذا بيكم خير وبيكم رحمه سووا لنا شارعنا، ليش البوار مكومينها وعايفيننا؟ هذه المناشدات تصطدم بجدار الوعود الحكوميه الوهميه، فلا اثر للمسؤولين هنا سوى في الحملات الانتخابيه ولاغراض دعائيه بحته، وفق ما يؤكد سكان المنطقه المهمله. منطقة منكوبة معدومة من الخدمات، لا كهرباء لا مي لا تبليط لا مجاري، وبوقت الانتخابات نشوفهم، تقبل الانتخابات اصلا ما نشوفهم بعد ما يمر. اقول لك مسؤول تعال لنا، يقول لك ها شوي باكر الاسبوع الجاي، لا ماكو والله قلت وماكو تنفيذ، تنفيذ ماكو حجي، بس حجي يعني تنفيذ، بس حجي بس اعلام، حجي ماكو، الله شاهد. احنا قبل لا تريد لك شغله يجي يجيك بيتك المسعود يدق عليك الباب يقول لك شايل شو المعتاد، يابا اريد فلان شيء، يصير شخم. هسه ماكو، كله ضحك، ما ادري شنو، ما ادري تخدير. يعني شو نريد نقول؟ شو نريد نوصف؟ تعبنا من الوصف، تعبنا من الطلايب، تعبنا من المظاهرات، تعبنا من الطلايب ويا الدوله، والدوله ما تلبي فد شيء، الدوله تعبانه وناسيه المنطقه هاي، يعني ناسيتها شبه كامل. ليست الحسينية المنطقة الوحيدة المنسية حكومياً، فمعاناة سكان هذه المنطقة التي تفتقر لأبسط مقومات الحياة تعكس جانباً ضئيلاً من المأساة المفتوحة التي ألمت بالعراقيين منذ عام 2003.